كل مناسك الحج ذكر، ولكن الله سبحانه وتعالى أكد الذكر هنا بالتحديد في مزدلفة، فقال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، أي مزدلفة، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. كل حجاج بيت الله الحرام يعرفون هذا المكان، إنها مزدلفة، يبيت الحجاج هنا بعد أفضل يوم في السنة، يوم عرفة. مزدلفة أرض الذكر والتكبير، فماذا أنزل الله عن هذه الأرض؟ شيخنا الحبيب، حديثنا اليوم عن آيات مزدلفة، حدثنا شيخنا عن مزدلفة. نحن الآن في مزدلفة، ومزدلفة أحد المشاعر المقدسة، تقع جنوب شرق المسجد الحرام وتبعد عنه 8 كيلو، وهي بين عرفات ومنى، فيفصلها عن منى وادي محسر فقط، وعن عرفات 6 كيلو. مزدلفة أرض منبسطة حولها الجبال، من الشرق المأزمين هو الطريق الذي سلكه النبي صلى الله عليه وسلم، والمأزم هو الطريق الضيق بين الجبلين، ومن الشمال جبل ثبير، وثبير كما سبق أن قلنا في منى ثبير وفي مزدلفة ثبير، لكن هذا ثبير النصع، ومن الغرب وادي محسر، ومن الجنوب المراخيات. في مزدلفة معالم، من أهمها المسجد الذي هو المسجد المشعر الحرام، وجبل قزح. النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أفاض من عرفات إلى مزدلفة نزل في نفس المكان الذي بني فيه المسجد. هذا المسجد بني في القرن 3 الهجري، فنزل فيه وصلى المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء، ثم بعد ذلك نام النبي عليه الصلاة والسلام حتى أصبح، ثم صلى الفجر بغلس، أي في أول وقته، ثم أتى بعد ذلك جبل قزح، وقف على هذا الجبل على ناقته القصواء، ثم استقبل القبلة وذكر الله في هذا المكان وكبر وهلل حتى أسفر جدا. النبي عليه الصلاة والسلام خالف المشركين في أمور كثيرة. الحج كان قبل الإسلام لأنه من عهد إبراهيم عليه السلام، لكن المشركين أحدثوا بعض الفروقات، فالنبي عليه الصلاة والسلام أعادها إلى ما كانت عليه. من ذلك أن قريشا إذا جاءت إلى في يوم عرفة تأتي إلى مزدلفة، فتنزل في مزدلفة وتقول: هذا المشعر الحرام ونحن الحمص أهل الحرم، لا نخرج إلى الحل، لأن عرفات في الحل. وكان العرب في الجاهلية يأتون إلى عرفات فيقفون فيها ثم يفيضون، فالله سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. فهذه أول مخالفة. الأمر الثاني أن العرب كانوا يفيضون من عرفات قبل أن تغرب الشمس، فالنبي عليه الصلاة والسلام خالفهم وأفاض بعد غروب الشمس، وحين أتى إلى مزدلفة أفاض بعد أن أسفر جدا، لأن العرب كانت لا تفيض من مزدلفة إلى منى إلا بعد أن تشرق الشمس، وكانت تقول: أشرق ثبير كيما نغير.